أهلا ومرحبا بيكم متابعي رويال. الفترة اللي فاتت جات لنا أسئلة كتيرة بخصوص الذهب وتوجهه الفترة القادمة. الذهب خلال شهر 5 الماضي ارتفع أكتر من 150 دولار، وخلال شهر 6 انخفض أكتر من 160 دولار للأونصة الواحدة، وحاليا هو في صعود تصحيحي وصل لمستويات 1834 دولار، ودي منطقة مقاومة على المدى المتوسط لأنها بتمثل نسبة تصحيح 50% فيبوناتشي من الموجة الهابطة الأخيرة. حاليا متوقع انخفاض الذهب لمستوى 1815 دولار، ودي منطقة دعم متوسطة، وفي حالة كسرها للأسفل قد يصل لمستوى 1790 دولار. دي كانت رؤيتنا الفنية للذهب. لو عندك استفسار عن أي زوج تقدر تكتب لنا في التعليقات. شكرا، كان معكم محمد منصور من القاهرة.